وعدنا والسبيشال كله عندنا. بدأنا حلقتنا بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما عملنا لك لفاء في القرفه امبارح ولفاء في الشوكولاته بثلاث صوصات. النهارده قررنا مع بعض نعمل عجينه الطعميه ونعمل حشو بالخضار بالحار بالسماق بالبتنجان بالطماطم بالبيض. وادي عجينه الطعميه، احتاري واختاري زي ما انت شايف كده. عجينه الطعميه وادي خضار وادي حار وادي سماق وادي بتنجان وادي طماطم وادي بيض، احتاري واختاري. في الاثناء دي تقدروا تواصلوا معانا من خلال صفحه قناه الحياه على الفيسبوك او من خلال اي رقم تليفون ارضي على 38550017 من جميع محافظات مصر ومن جميع انحاء العالم لو زودت وفتح فتح مصر. حشواتك قدامك، احتاري واختاري. طب تعالى ندلع العيال، نعمل له شويه بتنجان مقلي. ادي البتنجان العروس غسلته ونشفته، افتحه ساندوتش وسقطه جوه الزيت زي ما انت شايف كده. ادي البتنجان بتاعي، افتحه ساندوتش وسقطه جوه زيت سخن بالشكل ده. خطواتك كده كلها قدامك. وعجينه الطعميه سبتها في الثلاجه نص ساعه تسمغ عشان ابدا اعملها. والفلفل برده بنفس الطريقه اهو يا عم ياسر، افتحه ساندوتش عشان ما ينفجرش في الزيت، خدي بالك من التركه دي. وبعد كده اروح جاي بقى اوريك الخلطه اللي انا عملتها قدامك يا ياسر، الخلطه اللي انا هحشي بيها البتنجان واحشي بيها الفلفل قدامك اهي. ادي الفلفل وادي الخلطه بتاعتك اللي انا عملتها دلوقتي قدامك اهي يا تفاصيلك. تعالى بقى نحشي، واحنا بنحشي هنعمل شويه عيش عشان نقدمهم للعيال. كوبايتين ونص من الدقيق يا ياسر، بحط لهم نص معلقه كبيره خميره فوريه، نص معلقه كبيره بيكنج باودر، واحط لهم نص معلقه سكر، واحط لهم نص معلقه زيت، وادخلهم في بعض في العجان كده، ونص كميه الدقيق ميه وربع معلقه صغيره من الملح. الخليط عندي دخل فيه الدقيق الخميره البيكنج باودر السكر الزيت، واحط الميه واحده واحده كده واعجنها. وبعد كده يا عم حسن احط لها الملح بعد ما العجينه تريح، ربع معلقه ملح صغيره. يا جمالك يا تفاصيلك يا حركاتك يا جمال. دكتور احمد خالد مخلد، السلام عليكم دكتور احمد. يا خير دكتور احمد خير مخلد معانا، السلام عليكم. كيف حضرتك؟ صباح الفل يا دكتور. صباح النور يا شيخ، ازيك؟ ازاي صحه حضرتك؟ الحمد لله. يا دكتور احمد احنا معودين كل مشاهدينا كل يوم معانا تخصص في المطبخ، حضرتك تخصص طبعا اسالوا اهل العلم، حضرتك تخصص طبعا ايه؟ طبعا حضرتك اخصائي نساء وتوليد، فالمشكله دلوقتي عندنا في الميكروب ده بيصيب الحوامل وطبعا الوالدين، فحضرتك بقى ايه خير من تقول لنا هنعمل ايه لكل الحوامل وكل اللي لسه والده. ودايما زي ما بنقول اهم حاجه هو البعد الاجتماعي، الزام البيت، ده هو ده اهم حاجه نلزم كلنا بيوتنا، الخروج في الاحتياج الشديد والاحتياج الملزم لينا، الخروج في اضيق الحدود، هو ده اهم حاجه مع البعد الاجتماعي. حتى في التوازن داخل البيوت مهم جدا البعد عن فكره الزحمه واللمات العائليه، واحنا شعب دايما بيحب اللمه، فلازم نتخلى عن الصفه دي اليومين دول، دي اهم حاجه. زائد بعد كده مهم قوي طرق الوقايه الشخصيه، يعني الطرق العاديه للنظافه الشخصيه ما بين غسيل الايدين بميه دافيه وصابون لمده ثلث ساعه، ده 20 ثانيه، ده مهم جدا. اهم حاجه ان احنا واقفين من بره، لازم الاحذيه دي من اهم الحاجات اللي ممكن تنقل الفيروس، لان الفيروس تقيل فدايما بينزل على الارض، ف لابد من خلع الحذاء بره البيت عشان دخولنا بيه بالبيت، ده من اهم الحاجات اللي بتنقل. تغيير الهدوم، ضبط الهدوم، كل الكلام ده من الحاجات المهمه، فهو مبني مبدئيا على البعد الاجتماعي والنظافه الشخصيه، هو دول اهم حاجتين، مع قدر المستطاع زياده مناعه الافراد والست الحامل بالذات، لان الست الحامل زي ما احنا عارفين بطبيعه ربنا مناعتها الى حد كبير اقل او اضعف من السيدات العاديه. طب ايه يا دكتور ايه الاكل للحوامل والوالدين حديثا اللي يقويهم برضو يديهم حصانه، نقدر نقدم لهم ايه؟ يعني اهم حاجه في الاكل طبعا هو النظافه الشخصيه اللي في الاكل، يعني غسيل الاكل كويس قوي، في ناس بتقول لك بميه دافيه وخلي كل الخضار بتاعنا، برامج ووتر ميه ماشيه يعني كتير عليه، مهم جدا جدا الكلام ده، زائد الاكل دايما الهيلثي، يعني
دايما الاكل المفيد اللي هو الخضار والفاكهه والبروتينات، نقلل من النشويات، الحاجات اللي ما فيهاش فايده قوي لكن دايما اكلنا هو الاكل المفيد اللي هو الخضار والفاكهه والبروتينات بكميات كافيه. طب يا دكتور سؤال تاني، في ناس بيقولوا ان الميكروب بيجيلي بالتلامس، وفي ناس قالوا هو دلوقتي طاير في الجو، الفيروس ده جاي في طاير في الجو ولا بالتلامس؟ هو الاكيد اللي هو الكلام الاكيد ان هو بيجي بالتلامس على الطريق، هو بيجي عن طريق الجهاز التنفسي، فبيجي انت بتتلامس مع سطح عليه الفيروس، وبتيجي بعد كده بتبقى ايديك متلامسه مع الجهاز التنفسي معاك بتعيد. ده الكلام الاكيد، ده الكلام الاكيد انه ممكن يكون فعلا طاير في الجو، بس لسه الكلام ده لسه لم يثبت. خلي بالك ان احنا قدام فيروس لسه جديد، ما احناش عارفين تاثيره في حاجات كتير، الباترن بتاعه او طريقه يعني اداؤه هيبقى عامل ازاي، هل بيدي مناعه سوليد او مناعه دايمه ولا لا، تاثيره على الام بالظبط ايه، بيوصل للجنين ولا لا، كل الكلام بيبقى محتاج وقت اطول عشان دراسات طبعا بالظبط عشان نقدر نجيب نتائجه، لكن في الوقت الحالي احنا بناخد اقصى درجات الحيطه قدر المستطاع عشان نحمي الام ونحمي طبعا الجنين. بالظبط. بشكرك يا دكتور، ميرسي جدا 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 على المعلومات الجميله. نسمع الكلام بتاع اهل العلم مش تسمع اشاعات. زي ما انت شايف بنعمل اول حاجه الطعميه بالحشو الاولاني الخضار. جبت بليت ايده ميه، خدت جزء من الطعميه زي ما انا عايز، حطيت فيها الحشو اهو يا ياسر زي ما انت شايف، كتري قللي انت اللي بتحشي للعيال، قفليها كويس، بل ايديكي ميه، حط لها كزبره من هنا، بل ايديكي ميه، حط لها سمسم من هنا زي ما انت شايف كده قدام، وسقطها. بص التريكات، بص الحركات. تعالى نعمل حشو بالحار، هعمل لك من كل حاجه حاجه. يا زي ما انت شايف كده قدامك اهو، بل ايديك ميه منها، اهم حاجه العجينه تبقى مسمغه زي الكفته كده قدامك اهو. العجينه مسمغه، حط الحشو واقفلي بيها ودلعي عيالك، مش هتلاقي الطعميه دي في السوق صدقيني. انت نفسك مش هتلاقيه في السوق، نفسك نفس صنايع. وزي ما انت شايف كده زيت سخن عميق، ومن الحل الاخر بل ايديك. كل التفاصيل قدامك والحركات. ادي الحشو بتاعي، بعمل لك من كل حاجه اتنين تلاته، اقفلي عليها كويس اهو، وبعد كده بل ايديكي ميه، حط شويه كزبره، بل ايديكي ميه، حط شويه سمسم ابيض، يا تفاصيلك. ونجيب الحشو السماق. يبقى التفاصيل كلها قدامك اهو عشان تعملي احلى شويه طعميه لعيالك بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها. وادي شويه طعميه بالسماق، نفس الكلام، واعملي قرص كبير قدامك اهو. ادي السماق اهو موجود عند العطار عشان تستمتعي بيه يا جماله. وبل ايدك وحط عليها شويه كزبره مدقوقه وشويه سمسم مدقوق، وظبطي حروفك وسقطي. بصي بقى الاسبونش من جوه بسبب الايه؟ الاسبونش ده بسبب ايه حسن؟ بسبب لبابه الخبز. وعندي العجينه بتاعتي بتريح. خطواتك بنفس الطريقه كل حشواتك اعمليها. هجيب لك بقى البيض عشان ايه؟ الوقت بتاعي. زي ما انت شايف كده قدامك، ادي الكزبره وادي السمسم قدامك اهو، وسقط يا عم ياسر وعيش. اما البيض بتجيب البيض المسلوق بتاعك اهو بارد بعد ما انسلق بره دي، حط الطعميه في ايدك بل ايديكي ميه، حط الطعميه في ايدك واحده واحده اهو، افرديها كده، شيلي الزيادات، حط البيضه بتاعتك، لفيها بايديكي، لفيها اهو، قفلي خالص عليها اهو، قفليها كده اهو، العجينه في كل حته اهو قدامك اهو يا جماله. وكمان دلع للعيال بل ايديكي ميه وبليها ايه سمسم، دلعي عيالك، دلعي عيالك واحدة واحدة كده اهو، وسقطيها جوه زيت سخن عميق. بص التفاصيل، بص الحركات. يا دكتور طارق اهلا وسهلا. صباح الفل يا دكتور. اهلا دكتور طارق المرسي. انت فين يا دكتور؟ انت أنا فين؟ انا تحت امرك. انت فين بقالنا كتير ما سمعناكش واحنا في الازمه دي؟ انا تحت امرك يا ريس، احنا محتاجينك في الازمه دي، كل مشاهدينا محتاجينك يا دكتور. ربنا يديك الصحه. اولا انا كلمت حضرتك يوم 1/2 السنة دي حلقة الكشري، وقلت لك فيها على فيروس الكورونا وأعراضه والوقاية منه وناخد بالنا ازاي. الكلام ده من شهرين بالظبط قبل ما تظهر الحملة دي كلها. حضرتك، ولأن أنا الواحد دايما كطبيب لازم بيبقى نظرته قدام شوية. طبعا أولا أنا بعيد وزيد وبفكر الناس بالآتي. أول حاجة يا جماعة لازم تقصوا ضوافركم،
لازم نغسل ايدينا كويس بالميه والصابون مش اقل من 20-30 ثانية. هو ده اللي انا عايزك فيه يا دكتور. لازم حضرتك اغسل كويس انامل او اطراف الصوابع. الصباع الكبير اللي في ايدينا ده اللي عامل زي دبوس الفرخه ده لازم حضرتك نغسله كويس. مش موجود خالص، يتشال خالص. انا بقول لحضرتك نمره اتنين، ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا. الهم يا جماعه اوعى تلمسوا بايديكم مثلث الرعب اللي هو في وشكم. مثلث الرعب حضرتك عندنا اللي هو العينين والمناخير والفم، ده يعني اسمه مثلث الرعب. يعني الفيروس ممكن يخش من هنا او من هنا او من هنا؟ يا بيه دي فتحات في الوش، دي مصادر العدوى. او اوعى تلمس مثلث الرعب بدون ما تغسل ايديك. يعني ايه؟ ما المس عيني، ما المس مناخيري، ما المس بقي الا لما اغسل ايديا كويس بالميه والصابون مش اقل من 20-30 ثانيه. الميه والصابون دي هي طوق النجاه بالنسبه لنا حضرتك. نمرة أربعة أو نمرة ثلاثة، بقول للناس ما تحتصوش كده وتبصقوا في الأرض، لازم في منديل. مهم قوي يا شيف حسن، أولا شعارك أنت قلت خليك في البيت. أيوة. أنا شعارنا كمان نقوله في شعار جميل قوي، احمي غيرك المرض مش هيجيلك. أنا قلت، ما أنا قلت احمي جيراننا، قلت جيراننا احمي غيرك المرض مش هيجيلك. ده أكيد. ولازم يبقى مبدأنا إن حياتنا أهم وأغلى من مصلحتنا. كمان يا شيف حسن لازم احسس اللي قدامي انه خايف، يعني انا احسس اللي قدامي ان خايف منه واخليه كمان يخاف انه يقرب مني. مهم قوي ان احنا نخاف من بعض ونخلي المسافه بيننا وبين بعض اكتر من متر. اكتر من متر. في حاجات مهمه قوي بقى حضرتك، ودي عيب عندنا كشعب، ما خليش حد يشتري لنا حاجاتنا. انا ببعت الواحد الراجل البواب او اي حد اقول له روح جيب لي عيش. لا خلاص. حضرتك ولا الخضار خلاص. حضرتك تصور حضرتك ان هم بيجيبوا العيش ويفردوه على الارض وبنشوف قدام المخابز. حضرتك ما خليش واحده بتبيع خضار تجهز الاكل، تقمع لي الباميه، تقور لي البتنجان. حلو، نصايح جميله يا دكتور، نصايح جميله، وكنا محتاجينك من الاول تظهر معانا، والحمد لله انك ظهرت معانا. بنسأل اهل العلم، عشان كده قلنا فين الدكتور طارق، بنقول التريكات والحركات لها نسعى. انتظروني.